السلام عليكم. من يقف وراء التفجيرات الإرهابية في العراق بعد إجراء الانتخابات النيابية؟ ما حقيقة تورط أزلام النظام السابق والقاعدة في التفجيرات وما الأهداف؟ ما القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الوطني العراقي لمواجهة التفجيرات ومخاطر تصعيد العنف في البلاد؟ ما علاقة التفجيرات بالمساعي الجارية لتشكيل الحكومة وأجواء الخلافات التي تسودها؟ هل الملف الأمني في العراق سيكون المهمة الأولى للداخل والخارج؟ التفجيرات الإرهابية في العراق والرسائل السياسية والأمنية موضوع هذه الحلقة من مع الحدث، حيث نستضيف في الاستوديو ممثل القائمة العراقية في لبنان الدكتور صباح العاملي. نرحب بك دكتور صباح. من بغداد ينضم إلينا النائب عن كتلة ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي، والسياسي والإعلامي الدكتور حسن سلمان. نرحب بهما. قبل البدء بالحوار نتوقف سريعا عند التفجيرات الإرهابية الأخيرة في العراق، وبدءا من كلام للناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا. ربما كان بعض التنظيمات يسعى إلى زعزعة الوضع والتأثير في المشهد السياسي والأمني، ولجأ إلى التصعيد لاستغلال الفراغ والتجاذبات السياسية. القاعدة مسؤولة عما حصل، هذا أسلوبهم، وهم يحصلون على تأييد خارجي للتأثير في تشكيل الحكومة. مسؤول الإعلام في الداخلية العراقية علاء الطائي: مخططات الإرهابيين تمضي باتجاه تكتيكي عالي التخطيط. تم إلقاء القبض على فتى عمره 13 عاما ينتمي إلى دولة العراق الإسلامية، أدلى باعترافات دلت على الجهات المتضررة. المعلومات تفيد عن تورط أزلام النظام السابق وتنظيم القاعدة بالهجمات بغية تقويض العملية السياسية. على المستوى السياسي، نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي: سلسلة التفجيرات الأخيرة تعكس مساعي العصابات الإرهابية لتعكير أجواء الاتصالات المكوكية بين القوى الوطنية. وزير الخارجية هوشيار زيباري: الهجوم سياسي هدفه إخراج العملية السياسية عن طريقها وبعث رسالة أن الإرهابيين لا يزالون يعملون. محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق: نرجح أن تكون الخلافات السياسية من يقف وراء التفجيرات، وتريد أن تعطي صورة بأن الأمن لا يزال غير متحقق. ردود فعل عربية ودولية: الأمانة العامة للجامعة العربية: نجدد الدعوة لكل القوى العراقية لتوحيد صفوفها لتفادي التوترات التي تغذي نزعات العنف. مجلس الوزراء السعودي: موقف المملكة ثابت لجهة رفض الإرهاب. الاتحاد الأوروبي: الهجمات الإرهابية تعارض الهدف المشترك في وجود عراق سلمي وديمقراطي. طيب دكتور صباح، قبل أن نصل إلى ما يرتبط بوجود عراق سلمي وديمقراطي، لعل التفجيرات إنما تستهدف هذا، يعني هذه الوضعية الجديدة التي يفترض أن يكون عليها وضع العراق. اسمح لي قبل ذلك أن أدخل إلى من يقف وراء ما حصل. طبعا هل استغل برأيك المخططون للتفجيرات التجاذبات السياسية بين الأطراف، لجأوا إلى التأثير في المشهد الأمني؟ طبعا بالتأكيد من يقف وراء هذه العمليات، النغمة طبعا هي نفس النغمة، هي ذاتها، نعم، القاعدة والإرهابيين والصدانيين بالتأكيد. ولكن أعتقد القاعدة لا تستطيع أن تعمل في بلد إذا لم تكن هنالك أرض خصبة لهذا العمل. فهنالك أرض خصبة بالعراق حاليا موجودة وبكثافة لعمل هذا التنظيم الإرهابي. يعني أنت تشارك من اتهم أزلام النظام السابق والقاعدة، ولكن نحن، لكن هناك إضافة، ولكن نعم هنالك عوامل رئيسية يجب التأكيد عليها. هذه الأرض الخصبة هي التي عملتها أساسها، يعني هي الحكومة الحالية تتحمل الجزء الكبير من هذه المسؤولية. كيف؟ بأي إطار يعني تضع هذا؟ خاصة بعد الأحداث الدامية الأخيرة، ما قبل الانتخابات وما بعد الانتخابات. ما قبل الانتخابات باستهداف كانت هناك عمليات إرهابية نوعية ومتميزة باستهداف وزارات سيادية، صحيح، وزارة الخارجية، وكذلك استهداف محافظة بغداد، وكذلك شاهدنا أمس استهداف بعض السفارات الدول المجاورة من ضمنها الإيرانية والسورية، نعم، والمصرية، وحتى استهداف بيت السفير الألماني. هذه العمليات النوعية تتحمل الحكومة الجزء الكبير من المسؤولية. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية أيضا الصراعات السياسية المتكررة، بالإضافة إلى الفرقة والتناحر والخلافات والانقسامات، طيب، بين الكتل السياسية والأحزاب السياسية، أدت إلى هذا، إلى تعميق روح الطائفية
والمذهبية والعرقية في بلد كان يعتبر نموذج أعتقد العيش المشترك بين كافة. قبل أن أفصل أكثر فيما ذكرت إذا الآن. إذا أكفي النقاط يعني الأخرى. سأعطي المجال لكن لتوقف معك عند نقطتين ذكرتهما الآن، مسؤولية الحكومة وما ذكرت بالنسبة للخلافات السياسية القائمة ربما فتحت القاعدة. نعم القاعدة. طيب أتحول إلى بغداد مباشرة إلى خالد الأسدي النائب عن ائتلاف دولة القانون. السلام عليكم أولا أستاذ خالد. ويعني اسمح لي أيضا نقف معك بالاستنتاجات، هل فعلا الحكومة حكومة السيد المالكي وطبعا هي تتحمل مسؤولياتها معنية بشكل أو بآخر بالتفجيرات؟ وسنصل إلى الإجراءات التي اتخذت خصوصا على مستوى مجلس الأمن الوطني العراقي، وأضف إليها ما ذكر عن موضوع استمرار الخلافات القائمة الآن وصولا للحكومة، هل الأرضية ما زالت قائمة أو توفر لأزلام النظام السابق والقاعدة مسؤوليات ما حصل، توفر لهم الأرضية للتأثير في المشهد الأمني؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيوفك الكرام. بالحقيقة الذي حدث هو جزء من سلسلة عمليات تقوم بها المجاميع الإرهابية والتكفيرية وأزلام نظام صدام حسين وحزب البعث. المقصود من عتها هو إيصال رسائل سياسية للقوى السياسية العراقية وللحكومة العراقية وأيضا لدول الجوار العراقي وللدول اللي لها علاقة بالملف العراقي. من الملاحظ جدا أن هذه العمليات أصبحت تتحرك في أجواء المنعطفات السياسية. كل ما كان هناك عندنا منعطف سياسي في العراق تتحرك هذه الأجندة اللي بعضها بالتأكيد أجندة خارجية وبعضها أجندة إجرامية تكفيرية لإيصال رسائل معينة. ولو أردنا أن نتحدث عن رسالة هذا اليوم، يعني رسالة التفجيرات الأخيرة، فقطعا بتقديري أن هناك رسالتين أرادت هذه المجاميع أن توصلها، وأنا أتهم بها بكل تأكيد القاعدة وحزب البعث. الرسالة الأولى للقوى السياسية العراقية أنه لا يمكن تشكيل حكومة عراقية مقبلة من دون أن يكون لمن يمثل هذه العصابات حضورا فيها. أنا أعتقد هذه هي الرسالة الأولى، وإلا فالعراق مقبل على مزيد من هذه التفجيرات. سيد الأسدي سأتابع معك لكن اسمح لي أبقى أيضا طبعا في بغداد وأتحول إلى الدكتور حسن سلمان لنرى وجهة أو نسمع وجهة نظره المتعلقة بهذه التفجيرات. السلام عليكم دكتور حسن. ويعني انطلاقا مما ذكروا الآن السيد الأسدي اسمح لي توقف